وفي إطار مكافحتي الهجرة غير الشرعية، تمكنت وحدة الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين الترك من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في تهريب المهاجرين غير الشرعيين عن طريق البحر. عملية الإطاحة بهذه الشبكة جاءت على إثر تحرية عميقة باشرها محققو الدرك الوطني. تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين ترك المتمثلة في الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الكرمة من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في تهريب المهاجرين عبر البحر. التحريات التي قاموا بها أفراد الفرقة مكنت من توقيف 4 أشخاص بالإضافة إلى حجز 8 صفائح بنزين سعة 30 لتر وحجز سيارة نفعية وحجز هواتف نقالة مستعملة في عملية الاتصال. فور الانتهاء من التحقيق تقديم الأطراف إلى الجهات القضائية المختصة.